بها العزاء لأهل العزاء. وحسينا وإماما المعزى رسول الله المعزى قلبنا كسرى سريام المعزى رسول الله يطير طير للمدينة صوت ما عندي سمية يطير طير للمدينة ورح إلى الهادي نبينه وخبره بالجار علينه وقوله لسبطك ذاب حينه ومن مهر عمى ما نعينه وقوله لسبطك ذاب حينه ومن مهر عمى ما نعينه وحسينا روحوا إلى الزعر العزيمة مدري قبلها صارينا أرض البقيع الهادمينة لو هو بالروضة الأمينة قولوا لها بس يا حزينة انسى يلغل عنك عسرينة عطشان ابن جناب حينة ومن ومحرة سجعينة وثام المخرج سالدينة حتى طلع مطار قينة ابنك علينا وسحنينا وحسينا رد الخطاب لأمير المؤمنين خاطب أمير المؤمنين يا من الجد السيد مبرور لا بلنا نعلق بلنا جفنير صرختك يا من الجد السيد مبرور لا بلنا نعلق بلنا جفنير نور الشمس وبدور هناك حيطر كان مقبور كان مقبور هناك حيطر كان مقبور قل له دمع العين منثور مأجور يا محصور إذا كانت هذه دمعتكم إذا كانت هذه دمعتكم وأنتم معزون ولستم معزات هل تتحملون أن تسمعون صوتا مهدي يبكي على جبهة أين أنت يا سيدي شيعتي ناقل زاد دور الدنيا عليهم متى يا فرج الله واليوم أقرب إلى قلبك وأن يبكون على جدك الحسين أعظم العزاء ولا ند العزاء بكسر ما شوية حتى عندي ولو قني أعظم العزاء ولا ند العزاء يا صريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مد رجا وسريعا عالج الموت بلا شد لحيه ولا مد رجا غسلوه بدم الطعم وما كفنته غير بوضع الثرى ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي والولا لو رسول الله يحيى بعده واحد يا ولدي قول لي قول لي يصيح على الحسين قول لي يصيح على ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي بالعلا لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء قعد اليوم عليه للعزاء قعد اليوم عليه للعزاء سيدي ماذا يهيجك للصلاة لوقعت الطف الفظيع ترى تجيء فجيعته أما
ظن تلك الفجيعة عيث الحسين على الثرى خير العدا المعنى في قلبك ماذا كم لإلى كم لعندك خير العدا قتلته آل أمية ومن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوليد مخضب تطلب رضيع بل عند بيتين هاي البيتين إلما من عز الحاضرين كربلاء من النسوان اللي شافوا المصاب صفهم لنا يا كعبي قال فواحدة تحنو عليه أمه وأخرى علي بالرجايا تضلل وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها وأخرى تفدي وأخرى تقدم وأخرى على خوف تلوذ بجنبي وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وحسينا وإماما ومصيبة عظم الله وجوده صلى الله عليه وسلم الله عليك